الرقية عندنا تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. رقية دوسانك توزي مريسا بك ونجمي بجيبي هل رقية يمي ونفتج قيدين يكوالي رقية التامي. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. رقية يمي ومريسا يقوبكوا يوجد إبن بيتات أن تكون الرقية بالقرآن كان يقرأ الفاتحة يقوبكوا رقية يكوز يمر القرآن يقوبكوا سمى سورة الفاتحة أو مثلا بالسنة كأن يقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كان قوسي كان يكوز يمر السنة وكوفوا قاية دوات قاسمين أعوذ بكلمات الله التامات أو بأسماء الله وصفاته يدعو الله يقول يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اكشف ما نزل بي أو بأخي كانغا سي يكواري رقية يكورشي مزينة إيمانا نبسي جزم جاي بتاقتفو وسامي ما رقورشي مزينة يوم يكوري ايش مزواجيز الشرط الثاني كونديسيو أكاوي أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع كلام مفهوم معلوم خرج بهذا كلام غير معلوم يقول مثلا خربش طربش مثلا لا ندري ايش يقول ما نفهم رقية يامي ومدينة إسلام يقول بكون كل شيء قام قام يوم في كان كان دزبي هذا كبير من بيتوم في كان بدأ في تمانة ويا خربش تربش ممكن أسماء شياطين هذه شو أكو أرى ما زين يا ما شيطان أو يتمتم ترى 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 كم بقول يوم في كان يقول شو يقول يوم حتى هذا الشيخ الآن يريد يقرأ على إنسان لابد يرفع الصوت ونسمع ماذا يقول ما يمكن أن يصنع رقية بالصوت منخفض ati numu shekhe uje gusomera umuntu rukiya agomba gusoma mu ijwi riranguruye ryumvikana kuburyo abantu bumva ibyo asoma haga byemeye gusoma mu ijwi ritumvikana ash-shart ath-thalith kondisiyo ya gatatu an ya'taqid anna ar-ruqya sabab nukuba wemera ko iriya rukiya ari impamvu yo kugira ngo ukire atari ikuvu وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. وكيميركو الله أريه وفته مباركوه كبوها كبو تشيزا نكو يعجز. لا نعتقد أن الراقي هو الذي ينفع. نكو مباركوه ميركو وري يجي وكبوك يروكي أريه وجي كبو تشيز. بعض الناس هدان الله وإياه دائما يبحث عن الرقية. يأتي إلى الإمام يأتي إلى الشيخ إلى الأستاذ يقول بمرض بكذا لماذا تأتي لهؤلاء اقرأ على نفسك التجئ إلى الله قال أنا ما أحفظ القرآن تحفظ الفاتحة لا يوجد مسلم لا يحفظ الفاتحة الفاتحة رقية اقرأ على نفسك لا تفتقر إلا إلى الله روزا جرمون ويرين جرات يا روتي الله سبحانه وتعالى